السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم شراء الايفون الجديد اللي هو السبيشال اديشن، الاصدار الخاص من ابل، 64 جيجا. طبعا هو نزل منه اصدار، نزل منه مساحتين فقط، ال 16 جيجا وال 64 جيجا. مين اللي يشتري الجهاز؟ طبعا اللي عنده الفور او الفايف او الفايف اس فقط لا غير، اللي عنده السكس. لكن اللي عنده الايفون الجديد اللي هو السكس او السكس اس او السكس بلس او السكس اس بلس طبعا ما هيحتاجه، لانه شاشته صغيرة ما هيعجبه او ما هيمشي معه. الاسعار والالوان واماكن الشراء بحط لكم هي ان شاء الله نهايه السنابات. الان بنفتح الكرتون ونستعرض حجم الجوال مقارنه بالجوال الثاني. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خدت اللون الوردي، هذا هو مكتوب عليه اس اي من ورا. طيب لو بتقارن الاس اي وهذا الفايف اس، شوف دخل في نفس علبته لانه يركب له نفس الكفرات حق الفايف اس، لكن الفرق شاسع في المميزات. مميزات السكس اس نفسها على الاس، هذه مقارنة ثانية، نفس الجهاز نفس كل شيء، فقط المميزات المختلفة. عشان كده اقول لكم اللي بيشتريه، فاللي يشتري هذا الجهاز هو فقط اللي عنده الايفون 4 او الفور اس او الفايف او الفايف اس، لكن اللي عنده السكس كله ما يحتاج انه يشتري. طبعا الضمان لو انت داخل السعودية او داخل الشرق الاوسط بيجيك مكتوب على الكرتون من ورا بالعربي، وما يجي فيه انه ما يدعم الفيس تايم. الفرق الوحيد بين الضمان العربي او السعودي والضمان الدولي هو الفيس تايم. السعودية ما تدعم الفيس تايم، فبالتالي هتلاقي كل المحلات في السعودية تبيعه بدون فيس تايم، زي شركات الاتصالات زي كارفور زي جرير زي اكسترا زي اغلب المحلات. طبعا فائدة الضمان انه هذه المحلات من يوم ما بتعطيها الجوال بيصلحوا لك هو مجانا او بيستبدلوه لك، لكن لو انت شاريه بدون ضمان اللي هو فيه فيس، وانت شاريه بدون ضمان بتضطر انك توديه بالنهاية لمحل اسمه حاسبات العرب وحتدفع فلوس على اصلاحه، لانهم حيودوا لك ابل نفسه. طبعا هذا لانه ما عندنا فرع ابل هنا في السعودية، لو في فرع لابل يصلحوا لك هو على الضمان. طبعا حتى المتجر الاماراتي بدون فيس تايم، يعني حتى لو اشتريته من الامارات، لو اشتريته بريطاني او امريكي او استرالي او هونج كونج، هذه كلها تحصلها في محلات الجوالات يبيعوها فيها فيس تايم لكن بدون ضمان. طبعا وزارة التجارة هي اعلنت انه اي جهاز الكتروني مجبور المحل انه يعطيك ضمان سنتين على الجهاز ايش ما كان الجهاز، فوقتها ممكن تروح لوزارة التجارة. طبعا الاعلان كان سنتين على الاجهزة بغض النظر، مو بس ايفونات، ثلاجات، مكيفات، تلفزيونات، اي جهاز الكتروني او كهربائي. طبعا محتويات الكرتون ما في اي شيء جديد، الايفون نفسه وسماعة ابل والشاحن والدبوس حق الشريحة، مدخل الشريحة.